طلاح عظيم اني اكتب اجرك يا شيخنا الحبيب ابا تركي. جاءت البشرى، البشرى عندما نزلت دموع الفرح، دموع امي وزوجتي، دموع الفرحه باني بشرت الى الحج. الله اكبر، كان بمثابه تحقيق حلم. سجدت سجدت شكر لله عز وجل ودعوت لشيخنا الحبيب ابا تركي. يعني اي تعبير اوصف له اياه الله يجزيه خير ويجعله في ميزان حسناته يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. وهناك قناتي الثانية، قناة الاحتياطية، قناة وقفات، الرابط تجدونه في صندوق الوصف، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس. أيضا في بادرة إنسانية تكفل هذا الشخص الذي ترونه في الفيديو وهو أحد المحسنين بتحمل تكاليف الحج لأكثر من 250 حاج سوري ممن تعرضوا للإعاقة جراء الحرب التي أطلقتها ميليشيات أسد ضد المدن السورية. وقالت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين إن فاعل خير تكفل بتكاليف 250 حاج من مصابي الحرب، والحجاج غادروا إلى السعودية لأداء مناسك الحج. المتبرع هذا يكنى بأبي تركي، وقد تبرع للمصابين المقيمين في الشمال السوري أو حتى في الجنوب التركي. تكفل بكفالة مصاريف قافلة الحجاج بما فيها الإقامة وتذاكر الطيران وجوازات السفر، والمستفيدين 266 من النساء والرجال وجميعهم يعانون من إعاقات بسبب الحرب. تبلغ رسوم الحج لكل شخص من الشمال السوري نحو 4000 دولار، ما يعني أن فاعل الخير تبرع بمبلغ تجاوز المليون دولار. هل تعلمون من هو هذا المتبرع الذي في البداية لم يعرف من هو؟ فقط قيل إنه متبرع سعودي يكنى بأبي تركي، إنه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ابن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز رحمه الله. نعم، هذا هو الشخص المتبرع لهؤلاء الحجاج. حقيقة شعور لا يوصف لهؤلاء الحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، لا وقد قام بزيارتهم شخصيا في مخيماتهم. هنيئا لك هذا العمل الذي يفتقر إليه كثير من الناس ما عندهم من المليارات الصدقة. تعود الصدقات بفوائد عظيمة، يا من لا تعرف قيمة الصدقة، على المتصدق وعلى الأفراد والمجتمع. الفقر والحرمان والطمع والشجع هم أساس المشاكل التي تحدث في هذا العالم وتسبب للكثير من الحروب والموت. فنذكر بعض بفضائل الصدقة. نعم، الصدقة تطفئ غضب الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. ثم إن الصدقة تقي صاحبها من النار إذا كانت النية خالصة لوجهه تعالى. فقد جاء في السنة النبوية يقي أحدكم وجهه حر جهنم ولو بشق تمرة. نعم، إن المتصدق يظل بظل صدقته يوم القيامة حتى يفرغ الحساب، يقول عليه الصلاة والسلام الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. صدقة سبب في الشفاء من الأمراض، يقول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. المتصدق تدعو له الملائكة بالبركة والتعويض كما جاء في الحديث، ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. يا أيها الناس هلم إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا أبت الشمس إلا وكان بجانبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعم، في الجنة باب يقال له باب الصدقة، يدعى إليه المتصدق فيدخل منه، ويدخل منه كذلك كل من كان من أهل الصدقات في الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الصدقة تنمي المال وتكثره وتزيد من بركته ولا تنقص منه شيئا، ما نقص مال من صدقة، فما نقص مال من صدقة. الصدقة برهان على صدق المرء وإيمانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل
قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كشف البلاء ورفعه عن مؤديها بالصدقة، ودفع المكاره ومصارع السوء بالصدقة. الصدقة شفاء من الأمراض والأسقام والأوجاع، يقول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة تعود النفس على البذل، على العطاء، على التخلص من صفة البخل والشح. لا بل الملائكة يدعون للمتصدقين، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تيسير الأمور وتفريج الكروب بالصدقة، وفتح كل باب مغلق بالصدقة. صدقة سبب نزول الأمطار، الصدقة الجارية ينتفع صاحبها بها حتى بعد موته. الصدقة تمحو الخطايا والذنوب، تحمي الأعراض والشرف، تمنع الإصابة بالأمراض. فوائد وفوائد وفضائل كثيرة للصدقة. فبادر يا عبد الله بالصدقة ولو باليسير، فلك ما وعدك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما بينت لك ذلك. وفقنا الله وإياكم للصدقة. والصدقة لا يجرأ عليها كل إنسان، ونحن نعلم في واقعنا كم من الأغنياء وكم منهم من المتصدقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.